وبعدين يا سيدي اعلاناتك هحطها لك بعد المباراه اضيفها لك. انا عشان كده جبنا المشهد ده النهارده، ان انا برضو بوجه الكلام لاصدقائنا الوكالات الاعلانيه الجميله، واحنا عندنا طبعا وكاله محترفه برومو ميديا حاجه جامده جدا الحقيقه، وعمر ما ده حصل معانا الحمد لله. لكن بنفترض عندنا مباراه قويه والاعلانات نازله ترف زي ما بيقولوا، وخلاص الماتش هيبتدي، ما ينفعش المشهد اللي قدامي ده انا كمشاهد ما اشوفوش. ما هو مش هتيجي اعلانات بالضخامه دي الا اذا كان ماتش بالحجم ده. فبالتالي لازم المواطن هو اللي يحترم الاول، مشاهد لازم الناس تشوف كل ده، واللعيبه بتسلم على بعض. على فكره انتوا بتشوفوا لاول مره المشاهد دي، اول مره بتتذاع المشاهد دي قدامكم اهي. محدش شاف في الماتش الشهير ده اي لقطه من دول، ولا ضربه البدايه دي، ولا الكره اللي رجعت دي، ولا الهجمه دي، والجون الكره دي لو دخلت جون ما كانش حد شافها. تخيلوا بقى لو دخلت جون ما كانش حد شافها. وبعدين هجيب لكم انا دلوقتي بقى تعليقي عشان تشوفوا الدقيقه اللي تحت وانا بقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما لحقتش اسلم على الناس، وكان رضا شحاته، ولا اقول تشكيل ولا اقول اي حاجه. هات لي بقى يا محمد اللي بصوت هنا دي عشان الناس يبصوا على العداد اللي على الشمال تحت. نقل التلفزيون يوميها امتى؟ سيداتي انسات ساداتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والهدف الاول للنادي الاهلي، تمريره جميله من حسام غالي، سند رضا وبص رضا وحط رضا حلوه يا رضا. 1-0 في الدقيقه 4 من بدايه اللقاء. وادي رضا المتالق في اول ظهور له مع النادي الاهلي. طويله رضا سيكا، سيد عبد الحفيظ مقطوع على طول، رمي التماس لنادي الزمالك من ناحيه الشمال، هيلعبها طارق السيد. طارق السيد صغيره وياخدها مره ثانيه من محمد عبد الواحد. طارق السيد ارضيه في الملعب، طلعت ورمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. السيناريو المتوقع كان غير كده بيتهيألي، السيناريو كان مباراة متكتفة أول ربع ساعة أو تلت ساعة وشد عصبيا، لكن اللي أنا شايفه اللي حضراتكم بيتهيألي تتفقوا معايا فيه، إن المباراة بادية هجومية من كلا الطرفين ومفتوحة، ساعد عليها الهدف المبكر بتاع رضا شحاتة، هيخلينا إن شاء الله نستمتع بأمسية جميلة جدا إن شاء الله. عبد الواحد في اليمين، إبراهيم حسن يلم إبراهيم وضغط عليه شادي، أرضية صغيرة حلوة لجمال حمزة، عايز يعدي جمال يضغط عليه من هادي، تروح لشادي طويلة في الشمال، هيروح لها على طول خالد بيبو، خالد بيبو ترقيصها لجوه وزقها من تامر عبد الحميد، ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي من ناحية الشمال. في اليمين وتعلى مرة تانية ورمي التماس لنادي الزمالك من ناحية الشمال. النهاردة أقول لحضراتكم الاستاد يكاد يمتلئ عن اخره فيما يتعلق بالمدرجات المسموح فيها بتواجد الجماهير، يعني داخلين على يمكن 65 الف مشاهد، ومنظر جميل وحاجه تفرح، ملعب رائع جدا، نجيله رائعه، استاد القاهره منظم جدا، امن رائع، كل شيء جميل النهارده الحمد لله، وان شاء الله نستمتع بمباراه جميله. سيد عبد الحفيظ ماشي، سيد مقطوعه وسط الملعب ابو العيله، ابراهيم حسن في اليمين وماشي، تامر عبد الحميد، طارق السيد لكن يضغط، تروح مره ثانيه لجمال حمزه، جمال وعايز يعدي جمال ولسه الكره تحت رجله ويحطها مره ثانيه، لكن سيد عبد الحفيظ يتدخل وتبقى رمي التماس لنادي الزمالك من ناحيه اليمين. جمال حمزه ومحمد ابو العيله الاثنين ضامنين لجوه قوي، وهنشوفهم الاثنين مع حسام حسن في القلب زي ما انا شايف. جيلبرتو ياخدها، جيلبرتو في مساحه جميله وماشي، بيحل عليه من بعيد تامر عبد الحميد، يحطها لخالد بيبو، ماشي خالد بيبو وعدى بيبو وماشي بيبو وماشي هوبا، الله حلوه عدى حلوه قوي خالد بيبو من وسط الملعب، وحط قذيفه تعلى العارضه بحوالي يارضتين ثلاثه، حلوه يا بيبو. لمسه على طول من ابو العيله في اتجاه حسام حسن معاه وائل جمعه لحسام غالي عايز يعدي غالي من العمق، سيد عبد الحفيظ، ارضيه حلوه قوي في وسط الملعب ابراهيم سعيد لحسام غالي،
عايز يحطها في اليمين لرضا شحاته، يقراها في السكه طارق سيد برافو يا طارق، طويله في اتجاه حسام حسن، شادي واقف مظبوط، شادي بوش رجله الخارجي لبيبو وبلال، تطول تروح لحسام حسن، ماشي ماشي حسام، تطول لتامر عبد الحميد، احمد بلال اللي واخد الطرف الشمال لجلبرتو، جلبرتو ماشي وعايز يغير الملعب، غير الملعب لكن مش مظبوطه، تروح على طول في اليمين برضه مش مظبوطه، شادي ارضيه جميله لجلبرتو، اشوى لجلبرتو، احلى لرضا شحاته وبلال، وماشي وماشي بلال وماشي بلال، وداخل لجوه بيدور، وعرضيه في اليمين لسيد عبد الحفيظ، هيلحق سيد هيلحق سيد، وعرضيه وضربه ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، ضربه ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. لغايه دلوقتي بنلعب في الدقيقه 17 من زمن الشوط الثاني، مفيش خطوره على مرمى الاهلي حتى هذه اللحظه، الخطوره القائمه على مرمى محمد عبد المنصف، ثلاث تسديدات لغايه دلوقتي جه منهم هدف، وما زال اللعب تقريبا في وسط ملعب نادي الزمالك. جيلبرتو بشمال وسته احمر جوه منطقه جزاء الزمالك وعاليه وحلوه، واوبا ومنصف والهدف الثاني، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، مش ممكن، الهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 17، عملها حلوه قوي 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 جيلبرتو، وحصلت لخمه في خط دفاع نادي الزمالك غير معقوله وغير طبيعيه بالمره، وتترد الكره مرتين ثلاثه لوائل الجمعه وتخبط في احد مدافعي نادي الزمالك، والهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 18 من زمن الشوط الاول. ايه اليوم ده؟ ايه اليوم؟ بدايه حمراء مشتعله جدا وصمت في المدرجات البيضاء، والدقيقه 18 من زمن الشوط الاول 2-0. يتلعب الكره على طول لجيلبرتو، ارضيه حلوه قوي لوائل جمعه، وبدا الاهلي طبعا يكتسب ثقه كبيره جدا، هدفين في بدايه اللقاء طبعا شيء لم يكن متوقع بالمره، وابراهيم سعيد تطول من ابراهيم، وفي الشمال على طول في وماشي وماشي ومعدي وماشي ومعدي، وهيرفع وعرضيه الناحيه الثانيه حلوه، وهوبا وبيلم، لكن تطول 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 وتضرب وتبقى ضربه ركنيه، جمال حمزه عايز يلم في الهواء ويعدي، لكن والله يا جمال لو عملتها ببطن رجلك على طول كان ممكن، لكن تطول منه وتبقى ضربه ركنيه لنادي الزمالك من ناحيه اليمين. رايح لها محمد عبد الواحد عشان يلفها بشماله، لكن لسه بدري على المباراه، المباراه فيها كتير لسه قوي. عبد الواحد الفوفه جميله وحلوه، وتعلى مره ثانيه حسام، وبدماغه حسام غالي، وباك ورد جميل جدا في وسط الملعب، وكل تيم النادي الاهلي ورا معاه خالد بيبو، ومعدي من ناحيه اليمين وماشي وماشي وبيلم مره ثانيه، ولسه الكره تحت رجله، وبشير وهيرفع، ورضا سيكا وعاليه حلوه، لكن على طول الحظر على طول الحظر، عدى حلو قوي قوي من ناحيه اليمين سيكا، وادي رضا شحاته، رضا شحاته ومعاه طارق السيد، وداخل طارق ارضيه على طول، ولازم لازم نادي الزمالك يمسك اعصابه في الملعب، بنتكلم على انه هو المغلوب، ولازم الاهلي ما يستهترش بالمباراه، بنتكلم على ان هو كسبان، وفي النهايه احنا بنطمع ان احنا نشوف مباراه حلوه من كلا الفريقين. رضا شحاته، رضا يرجع لورا على طول، وائل جمعه ارضيه لهادي خشبه، ومدرجات الاهلي مشتعله تماما، ومدرجات الزمالك طبعا في حاله هجوم وسكون انتظارا لانفراده. نادي الزمالك وماشي حازم وماشي حازم وماشي حازم، تطول من حازم ياخدها منه حسام غالي، حسام ارضيه على يمينه، يا ولد يا لعيب، لسيد عبد الحفيظ، ماشي سيد ويخش لجوه سيد بترقيصه جميله، ارضيه في وسط الملعب المفتوح لابراهيم سعيد وحسام غالي حتى هذه اللحظه، سيد عبد الحفيظ عملها جميله جدا لبلال، وبلال ماشي وبيدور على السنده ويحطها لبيبو، تقف تحت رجل بيبو وياخدها مره ثانيه بشير التابع، برافو يا بشير برافو يا بشير، وارضيه جميله في اليمين لكن طويله بتهالي على حسام حسن، يروح لها كابتن هادي خشبه، كابتن تيم النادي الاهلي لوائل جمعه، ماشي وائل، سيد عبد الحفيظ وسط الملعب، حسام غالي زي ما حضراتكم شايفين، حسام غالي وابراهيم سعيد لغايه دلوقتي ماسكين وسط الملعب على وسط نادي الزمالك حتى هذه اللحظه، واخدين مساحات جميله جدا، وماشي ومعدي ويخش على طول ابراهيم حسن، وتضرب وتبقى ضربه مرمى
لصالح نادي الزمالك. عبد الواحد ويقطم لجوه وماشي، لكن فرمله ترجع وسط الملعب في اليمين، تامر عبد الحميد، محمد عبد الواحد، حازم امام على صدره، يا ولد العيب، وبوش رجله، هوبا، وعصام الحضري على طول، حلوه حلوه، برافو يا حازم، بوش رجله. وطبعا دي لو الاعصاب مش مشدوده كان ممكن يمسك عصام الحضري، لكن لسه الاعصاب متوتره من كلا الفرقتين. طارق صغيره مقطوعه لرضا شحاته اللي نازل يشتغل دفاعي، وائل جمعه، وبشير التابع، برافو يا بشير، يتفوق، ورمي التماس للاهلي من ناحيه اليمين. محمد عبد الواحد مقطوعه من محمد، ياخدها احمد بلال اللي سايط لورا، وهجمه مرتده سريعه في اليمين، رضا شحاته وطالع له بلال، لكن يحط جسمه في السكه بشير، ورمي التماس للاهلي من ناحيه اليمين. مباراه مفتوحه جدا جدا جدا، وسيناريو غير متوقع بالمره، وهدفين مبكرين الى ابعد الحدود. ابراهيم سعيد عايز غير الملعب ما تتظبطش معاه، ياخدها ابراهيم حسن لمحمد عبد الواحد اللي انا شايفه مايل ناحيه اليمين من بدايه اللقاء، وابو العيله مايل ناحيه الشمال، تشكيل بادي بيه اوتو فيستر. مره تانية عبد الواحد ومعاه ابراهيم حسن، حطها له ابراهيم ابراهيم ابراهيم، ارضيه مقطوعه من ابراهيم حسن ترتد في الشمال، حسام غالي قدامه مساحه فاضيه، حسام وسط الملعب، ابراهيم سعيد لحسام غالي مره تانية، ماشي حسام، حلوه جدا لبيبو، وبيبو هوبا، حلوه حلوه، تعدي جنب القائم الشمال بثلاث اربع ياردات، عامل شغل جميل قوي الحقيقه، ثلاثي الهجوم الاهلاوي، تامر عبد الحميد، تامر على يمينه، حازم امام، يا ولد يا لعيب، ماشي حازم، ماشي حازم، وعايز يرقص مره تانية، تتقطع منه وبوش رجله كده بكفاءه لابراهيم سعيد، على يمينه سيد عبد الحفيظ ورضا شحاته، ياخدها رضا وفاتح له سيد، يخش لجوه رضا، خالد بيبو، يرجع مره تانية خالد، هناك خالص في الشمال حسام غالي، جلبرتو اللي ثبت اقدامه تماما في صفوف النادي الاهلي، نقلتين ثلاثه حلوين لبلال، احلى لخالد بيبو، وبيبو بيدور لبلال مره تانية، ومضغوط على بلال، هوبا، والهدف الثالث، والهدف الثالث، الله 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 للصبح، حلوه حلوه حلوه، ايه يا ابني ده، ايه يا بيبو ده، ايه اللي انت عامله ده، حلوه 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 حلوه، ببطن رجله زي ما يكون بيلعب بلياردو، زي ما يكون بيلعب بلياردو، حطها جميله بعد ما ثبتها له على القوس احمد بلال، والدقيقه 29 او 28 ونص، واحمد بلال يهدي بيبو كره ارضيه ينشنها بلياردو خالد بيبو، والهدف الثالث للنادي الاهلي في امسيه غير متوقعه. ادي بيبو وادي بلال، ويحل على الرسيكة ويسيبه ويخش على طول بيبو، يحطها زي ما بيكون بيحط ضربه جزاء بالظبط، لان ما فيش اي مشاركه من رضا سيكا او بشير التابعي او محمد ابو علي او اي حد، ثلاثة واقفين يتفرجوا عليه، وحطها حلوة حلوة حلوة، ثلاثة الأهلي لا شيء، نادي الزمالك في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول. مش ممكن مش ممكن مش ممكن، لا طبعا في حاجة مش مظبوطة، وأدي كرة مرة تانية، لكن بشير التابعي في حاجة مش مظبوطة في تيم نادي الزمالك، في تشكيلة كده مش مريحة، اللعيبة ما بتأديش الأداء اللي نعرفه عنها نادي الزمالك، مش ده تيم نادي الزمالك بالمرة حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة، والله أعلم إيه لا يحصل. على طول طبعا حسام البدري، وطبعا بعتقد التعليمات دلوقتي للأهلي ما ترجعش لورا، وللزمالك هيبتدي أوتو فيستر يعمل تعديلات. يمكن حضراتكم تحسوا في كلامي في بداية اللقاء قلت إن في ثلاثة ما لعبوش من فترة، منهم واحد لسه جاي من بره، ويعني احساس كده الحقيقه، وحضراتكم قطعا حسيتوا يعني ان ما ينفعش كده اول مباراه يبقى فيها ثلاثه ابعاد خالص يخشوا مره واحده في مباراه زي دي مع النادي الاهلي. قطعا بيتهيألي جوزيه متاسف وتوفيستر قطعا هيبتدي يحاول يعدل من صفوفه مره ثانيه بسرعه، وده اللي انا شايفه على دكه البدلاء، في ناس بتجهز من نادي الزمالك اثنين لاعبين مره واحده. طب كمل اول يا اوتوفيستر. وادي وليد صلاح ومدحت عبد الهادي، تغييرين مره واحده،
رقم 10 بدلا من جمال 5 رقم 13 ودخول فتحة عبد الهادي رقم 1 بدلا من محمد عبد الواحد رقم 23. خرج محمد عبد الواحد وجمال حمزه والاثنين قلنا ان هم اشتركوا بدري قوي مع الفرقه او بقى لهم فتره طويله ما بيلعبوش يعني، ونزل بدلا منهم وليد صلاح ومدحت عبد الهادي. هيحصل طبعا تعديل تكتيكي في خطوط خط ظهر نادي الزمالك، مفيش كلام. طلع عبد الواحد وجمال حمزه ونزل مدحت عبد الهادي رقم 1 ووليد صلاح رقم 10. هنشوف طويلة وعالية من القلب على طول، ومرة تانية خالد بيبو يتدخل، يا ولد يا لعيب، لجيلبرتو في الشمال وطالع له أحمد بلال. ماشي جيلبرتو، ماشي جيلبرتو، ماشي جيلبرتو، وراجع لورا حسام يغطي، يقطم لجوه بلال وماشي، وعرضية يتدخل مدحت عبد الهادي في أول لمسة له، وبلال من ناحية الشمال وعايز يعدي ويضغط عليه، ورمي التماس لنادي الزمالك من ناحية اليمين. سيد عبد الحفيظ صغيرة، يا ولد يا لعيب، لرضا شحاتة. ماشي رضا وعايز يعدي، حطها على يمينه واحمد بلال، واحمد بلال مرة تانية ياخد مدحت، وعرضية خطيرة لكن تعدي على طول لابراهيم حسن في اليمين. برافو يا ابراهيم. بشير التابعي طويلة لوليد ورضا سيكا، ياخدها رضا. برافو يا رضا. لبشير التابعي وسط الملعب تامر عبد الحميد، وبدا نادي الزمالك يتماسك مره ثانيه. ارضيه صغيره ولمسه جميله من حازم، تروح لحازم وحازم عايز يزقها لكن هادي خشب يقراها في السكه، يا ولد يا لعيب. طويله مقطوعه رضا سيكا. ماشي رضا، ماشي رضا، ماشي رضا، تطول من رضا سيكا، تطول من رضا. ياخدها شادي محمد، على شماله جيلبرتو. ارضيه لبيبو تتزق منه، ورمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. هيلعبها بشماله ابو العيله، وداخلين على 37 دقيقه من زمن الشوط الاول، 3 الاهلي لا شيء الزمالك. ابو العيله ويوليجينو بيعد العشر ياردات، وابو العيله وعرضيه حلوه وهوبا، واول خطوره على مرمى النادي الاهلي من وليد صلاح عبد اللطيف. حلوه قوي قوي يا وليد، لكن تعدي على طول جنب القائم الشمال. ما كناش شايفين الحاجات دي اول 25 دقيقه او اول نص ساعه. ليه؟ لان الامور ما كانتش مظبوطه بالمره، وحضراتكم معايا بيتهيألي. الجيم شكله اختلف جدا جدا جدا، وماشي سيد بيدور، سيد لواقع لبلال، بلال داخل جوه بلال وعلى شماله هوبا، وخطيره وخطيره، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. سيد عبد الحفيظ يضيع الهدف الرابع المؤكد للنادي الاهلي. برافو يا عبد المنصف، مش ممكن. دفاع الزمالك مفتوح على مصراعيه. طارق وسيد يحطها طارق لابو العيله في الشمال مره ثانيه، ومعاه ابراهيم يخش حلو قوي قوي، وعرضيه ومين جايه من ورا؟ وابراهيم حسن، واحلى وهوبا، والهدف الاول. الله 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 يا حسام، الله 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 عليك يا حسام، يا لعيب يا كبير قوي 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 قوي. حطت حلوه قوي قوي من ابراهيم حسن بالمزوره وبالمسطره، تعدي عصام الحضري وينزل لها بكفاءه واقتدار حسام حسن. وليد صلاح عايز يشوط الكره دي، وحسام حسن عايز يشوطها، وابراهيم حسن بيفاوض الاثنين. هنشوف هترسي على مين الكره. ادي المفاوضات بين الثلاثه، وليد وحسام وابراهيم، وحيطه من 5 من لاعبي النادي الاهلي، ودخل عليهم سادس، وكل تيم النادي الاهلي ورا بالكامل ما عدا خالد بيبو. وتصليحه وعرضيه ولسه وبالعرض، لكن تبوظ الهجمه، تروح في الشمال لطارق السيد. طارق هيرفع عرضيه عاليه جميله في متناول الحضري على طول، وداخل معاه وليد صلاح عبد اللطيف. ضربه حره مباشره تتلعب عاليه وحلوه، مدحت عبد الهادي علي فوق. طارق السيد، برافو يا طارق، طويله مش مظبوطه، يقطعها شادي، تروح مره ثانيه لحازم امام. حازم لسه، حازم بيدور عايز يلعب واحده طويله، لكن بشير التابع على طول في الشمال لطارق السيد. ماشي طارق، ماشي طارق، اجمل واجمل في الشمال لابو العيلة، عرضيه من ابو العيلة من القلب شادي. برافو يا شادي، ورمي التماس
نادي الزمالك من ناحيه الشمال. لعب رمي التماس في الشمال لطارق السيد اللي عايز يرفع وعرضيه مره ثانيه والحضري. برافو يا حضري. حضري لعب كل ماتشات الدوري العام، ما قعدش ماتش واحد، هو الوحيد في الملعب اللي لعب كل مباريات الدوري بالنسبه للنادي الاهلي. وادي تمريره وماشي وماشي رضا وماشي رضا وماشي رضا وماشي رضا ويضيع رضا ويضيع رضا. وبرافو يا عبد المنصف، انفراد كامل لرضا شحاته. وزي ما قلت لحضراتكم هجوم ووسط الزمالك جيد، دفاعه مازال هناك شروخ عميقه جدا وانفرادات بالجمله. لكن تتقبل هجمه شمال وليد وماشي وليد على شماله هوبا، ضعيفه يا وليد ضعيفه يا وليد في ايد على طول الحضري. انفراد كامل لرضا شحاته من ناحيه اليمين، اتسرع فيها ودخل بجساره وكفاءه عبد المنصف. برافو يا عبد المنصف. هجمه في وسط الملعب على طول ماشي تامر عبد الحميد، وجماهير الاهلي بتصفر عايزه تنهي الشوط 3-1. وابو العيلة من ناحيه الشمال، ابو العيلة ابو العيلة ارضيه جميله لوليد صلاح عبد اللطيف، عايز يفتح وفتح وعلى يمينه وهوبا وعلى شماله يا حازم يا امام يا لعيب، لكن تتقطع على طول. كان معموله حلوه قوي 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 الحقيقه من حازم امام، لكن يتحط رجل في السكه وتطلع. ولسه بقول لحضراتكم دفاع الاهلي متماسك بعكس دفاع الزمالك. ضربه حره مباشره من ناحيه اليمين هيلعبها حازم امام. حازم امام وكل تيم الاهلي ورا ما عدا خالد بيبو، وحازم وعرضيه وعاليه وحلوه وهوبا يا ولد يا تامر يا عبد الحميد، حطها حلوه 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 ويطير على طول. لكن كان في تسلل، ده رضا سيكا متاسف، رضا سيكا حطها حلوه قوي قوي، عرضيه جميله قوي قوي. الشوط الثاني والنتيجه الاهلي 3 الزمالك 1. ضربه حره مباشره مدحت عبد الهادي، وداخل مدحت وارضيه مردوده مره ثانيه لمدحت، حطها حلوه قوي في الشمال لطارق السيد. طارق هيلم وهيرفع طارق وبيلم مره ثانيه وداخل لجوه، وعرضيه يحط رجله في السكه رضا، وتبقى ضربه ركنيه للزمالك من ناحيه الشمال. الاهلي طلع جلبرتو ونزل محمد عماره، والزمالك عمل تغييرين في الشوط الاول بخروج جمال حمزه ومحمد عبد الواحد ونزول وليد صلاح ومدحت عبد الهادي. ضربه حره مباشره، واقف حسام حسن وجنبه حازم امام، مسافه يمكن بعيده شويه، سابها ومدحت هوبا في السما فوق، ضربه مرمى للنادي الاهلي. اداء الفريقين بسرعه جدا وباختصار شديد جدا في الشوط الاول. اول نص ساعه سيطره كامله للنادي الاهلي على اداء المباراه بالكامل، نتيجه وجود ثغرات كبيره جدا في دفاع الزمالك ولاعبين بعاد عن الفورمه تماما. يعني تدارك الموقف بسرعه اوتوفيستر وعمل تغييرين بسرعه جدا جدا، استعاد بيهم نادي الزمالك توازنه واحرز هدفه بعد ما تقدم النادي الاهلي بثلاث اهداف. هنشوف الشوط الثاني بعد استعاده نادي الزمالك لتوازنه ورغبه النادي الاهلي في تحقيق فوزه ايه اللي هيحصل. ماشي ابراهيم سيد عبد الحفيظ احد مفاتيح الانطلاق من ناحيه اليمين للنادي الاهلي، حسام ابراهيم، والاهلي بيحاول يكسر الكوره كده شويه، شادي طويله وعاليه من شادي مقطوعه على طول مدحت عبد الهادي. برافو يا مدحت لابو العيله. وسط الملعب مره ثانيه تامر، ماشي تامر بيدور طويله حلوه، لكن وائل جمعه على طول لحسام غالي. يا ولد يا لعيب. ابراهيم سعيد، سيد عبد الحفيظ بيحلق من بعيد تامر عبد الحميد، سيد ابراهيم سعيد لسيد عبد الحفيظ مره ثانيه في اليمين، عايز يعدي بسرعته سيد ويقع على الارض، وضربه حره مباشره للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. الشوط الاول كان شوط مثير جدا واربع اهداف كامله وتعديلات كبيره جدا في الخطوط. هنشوف الشوط ده ايه اللي هيحصل. سيد عبد الحفيظ، رضا شحاته، ابراهيم سعيد في اليمين، سيد عبد الحفيظ مره ثانيه بيدور ارضيه واخدها بلال وماشي بلال وهوبا يا ولد يا لعيب. حلوه حلوه حلوه، بلال لف كده ببشير ودخل لجوه وحطها حلوه 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 فوق المقص الشمال على طول بيردتين ثلاثه. ادي جمهور الزمالك اللي واخد يمين المقصوره، في شويه فراغات صغيره قوي. جمهور النادي الاهلي الناحيه الثانيه مليان الاستاد عن اخره الناحيه الثانيه. قول لحضراتكم ما شاء الله، يعني حاجة حلوة جدا جدا جدا، مدرجات بيبقى لها طعم تاني مع الجمهور مفيش كلام. طويلة في الشمال مقطوعة لبشير التابع لتامر عبد الحميد، وترقيصة لجوه محمد أبو العيلة. ماشي أبو العيلة،
تسقيطه، وائل جمعه على طول في توقيت مناسب جدا جدا، ترجع لابو العيله مره ثانيه. في الشمال طارق السيد، ارضيه حلوه ابو العيله ومعاه وائل جمعه. وائل وابو العيله حط جسمه بقوه وخبره، وائل جمعه ياخد رمي التماس، تتلعب بسرعه لسيد عبد الحفيظ في اليمين، ضربه حره مباشره يلعبها بشماله محمد عماره، متخصص هو الحاجات دي. وحيطه مزدوجه عماره وعاليه وحلوه، لكن على طول عبد المنصف، برافو يا عبد المنصف، طويله وعاليه في اتجاه وليد صلاح، لكن لوحده في وسط شادي وهادي، يلعبها هادي لسيد، سيد عايز يرقص ويعدي ما تتظبطش معاه، تتاخد منه على طول وماشي وداخل لجوه حازم. يا ولد يا لعيب، ارضيه جميله لابراهيم حسن، ابراهيم لورا مره ثانيه، ابو العيله في الشمال، ابو العيله طويله وعاليه، وابراهيم حسن ويزقها على طول ومحمد عماره، وتبقى ضربه ركنيه لنادي الزمالك من ناحيه الشمال. بدا التوتر يظهر شويه على جوزيه وجهازه، لانه طبعا شتان الفارق في الاداء بالنسبه لتيم نادي الزمالك في اول نص ساعه وما بين ربع ساعه الاخيره في الشوط الاول وحتى الدقيقه 9 من زمن الشوط الثاني اللي احنا بنلعب فيه. ابو العيله عاليه وحلوه ومن القلب على طول، يطلع اللي راجع لورا حسام غالي، طويله رمي التماس للزمالك من ناحيه الشمال، يلعبها بسرعه طارق السيد، تامر عبد الحميد، طارق السيد، طارق، ارضيه في الشمال، ابراهيم حسن اللي جه الناحيه دي لطارق، حلوه وطارق عرضيه، يا ولد يا ولد، حلوه حلوه حلوه، يا ولد يا ولد يا لعيب، اتعملت جميله 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 من ناحيه الشمال، طارق السيد عدى وعملها حلوه قوي وحطها. نشوف الاول دي مره ثانيه، طارق يزرع شمال وعرضيه، وعرضيه من القلب على طول يطلع شادي، وضغط من نادي الزمالك، تامر عبد الحميد وبشمال، اوه حلوه، وضربه مرمى للنادي الاهلي، ضاغط النادي الاهلي، نادي الزمالك ضاغط حلو قوي قوي قوي. جوزيه عايز ينشط، محمد عماره، محمد عماره، وعرضيه مش مظبوطه، يقطعها في السكه رضا سيكا، ابراهيم سعيد، محمد عماره في الشمال، محمد عماره على شماله حلوه، وبيبو وبيبو وعدى بيبو، لكن يخش على طول رضا سيكا ويطلعها بره، ورمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. محمد عمار حلوه جدا في الشمال لحسام غالي، وحسام عايز يعدي، لكن يا ولد يا لعيب، رضا سيكا في توقيت رائع جدا، بدا يثبت اقدامه في مكانه وسط الملعب لابو العيله، النشيط جدا ابو العيله، ماشي ابو العيله ومعاه ابراهيم سعيد، عايز يعدي ابو العيله، لكن ابراهيم سعيد على طول، يا ولد يا لعيب، ياخدها ابراهيم وياخد ابو العيله ورا ظهره، وش رجله لحسام غالي، يفتح في اليمين جميله وائل جمعه، وتحيه من جماهير الاهلي على الجهد الكبير لابراهيم سعيد. في اليمين رضا شحاته، عايز يعدي رضا، وعدى رضا وماشي وماشي، وعايز يحطها على يمينه، ما ربطش معاه سيد عبد الحفيظ، تروح لرضا شحاته، ماشي رضا، رضا عايز يعمل مشوار مع مدحت، ويلم مره ثانيه مدحت ويخش لجوه، رضا بيدور على حد يسند عليه، وسند على بلال وهوب، لكن ضعيفه في وسط الملعب على طول. عبد المنصف، مجهود كبير اللعيبه عملوه، وادي محمد فاروق بيجهز، طارق السيد جميله جدا في اليمين وعلى وش رجله، ووليد بيلم مره ثانيه بيدور، لكن ما راحتش لحسام، ياخدها عماره بخبره المانيه مصريه، طويله في اليمين على طول، لمسه جميله من بيبو لغالي، لبيبو في الشمال، منتهى الخطوره، بيبو 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 بيبو، بره بره، وضربه ايه؟ ضربه ايه؟ اداله ايه؟ اداله انذار بتاني، هيدي ايه؟ هنشوف، انذار لمين؟ انذار لمين؟ انذار لخالد بيبو، انذار لخالد بيبو، حكم طلياني على مستوى عالي جدا، بيبو كان ممكن جدا يحط الكوره، لكن فضل يحط في الضيقه والواسعه مفتوحه قدامه تماما، ووقع على الارض بدون مناسبه بيبو، وراح هدف مؤكد للنادي الاهلي. عبد المنصف النهارده متالق، هو اللي بيقفل الزوايا دي كلها، طويله عرضيه والحضري بيدور، الحضري طويله وعاليه، يسيبها رضا سيكا لعبد المنصف، اللي اقدر اقول انقذ ثلاث اهداف مؤكد مؤكد من رضا شحاته وسيد عبد الحفيظ،
وبيبو اللي قفل له السكه صح. مره ثانيه ضربه حره مباشره لنادي الزمالك على ابراهيم سعيد، تتلعب بسرعه في اليمين في اتجاه ابراهيم حسن، مقطوعه من ابراهيم، تامر عبد الحميد، ابراهيم حسن، ابراهيم بيلم، توصل لحازم من غير ما يبص كده يلعبها، لكن ياخدها في السكه على طول وماشي رضا شحاته، طالع له بلال وطالع له بيبو، يحطها لبيبو، واحد لواحد، بيبو وبشير، بيبو وبشير، بيبو وبشير، بيبو وبشير، بيبو وبشير، بيبو وجول، بيبو وبشير، بيبو وجول، بيبو وبشير، بيبو وجول، 4-1. مش ممكن يا بيبو، الولد ده لعيب كبير كبير كبير، استلمها بيبو وبخبرة اللعيب الكبير الكبير، رقص ترقيصة حلوة قوي 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 وحطها ما بين رجلين محمد عبد المنصف، ويبقى الهدف الرابع للنادي الأهلي. يا عيني عليك يا ابني، يا عيني عليك يا ابني، يا عيني عليك يا ابني. 4-1، 4-1، كتير كتير كتير، 4-1. ادي خالد بيبو وادي بشير التبعي، عمل روح يمين وكسر شمال وحطها جوه ما يقدرش يعمل له حاجه، وما تحت رجل عبد المنصف برضه ما يقدرش يعمل حاجه. ادي الزاويه العكسيه، وادي ترقيصه بشير، وادي دخوله، وادي ما بين على طول دراع ورجل عبد المنصف، صعبه صعبه صعبه، وبرافو برافو برافو يا بيبو. حقيقه يعني خالد بيبو مدي فعاليه هجوميه يعني اكتر من رائعه للنادي الاهلي. هجمه حلوه، وحازم امام، وليد وليد، ويلا وليد، وعرضيه، لكن كان لازم وليد يشوط. ترجع مره ثانيه، ماتش حلو جدا يا جماعه، ومفتوح مفتوح مفتوح، يعني 5 اهداف في لقاء قمه لغايه دلوقتي، دي حاجه كبيره قوي قوي قوي. واوتوفيستر قاعد غير مصدق ما يحدث بالمره، فعلا شيء لم يكن احد يتوقعه بالمره، السيناريو اللي قدامنا ده غريب جدا جدا. ضربه ركنيه من ناحيه اليمين بشماله محمد عماره، وملفوفه لكن من القلب على طول، تطلع ترجع مره ثانيه لعماره، عماره هيرفع وداخل لجوه، عماره عايز يشوط، وهوبا في السماء فوق محمد عماره، محمد عماره. تغيير للنادي الاهلي، محمد فاروق بنزول، محمد فاروق رقم 16 بدلا رضا شحاته رقم 24. خارج رضا شحاته بعد اداء بديع ورائع وهدف مبكر جدا ثبت بيه اقدام النادي الاهلي، ونازل محمد فاروق، وتشجيع كبير جدا من جماهير النادي الاهلي. رضا شحاته يستحق هذا التشجيع الحقيقه. ومحمد فاروق بعد غياب هينزل، ونازل كله حماس، ارضيه وهيرفع وبيدور لسه لورا ابراهيم سعيد، محمد عماره اللي عايز يشوط وعلى شماله وعايز يخش لجوه وهيرفع، وعرضيه مدحت عبد الهادي يعلي فوق لعليه ابراهيم حسن، وليد صلاح عبد اللطيف حطها جميله جدا لتامر، في اليمين لحسام، وليد صلاح مره ثانيه، اجمل لحازم امام، وسط الملعب لابو العلا. 21 دقيقه، 4-1 الزمالك. ابراهيم حسن طويله وعاليه وحلوه، لكن يحلق وائل جمعه على كورته، جوزيه وجهازه طبعا يعني امل كبيره جدا حتى هذه اللحظه، النتيجه دي حاجه طبعا حاجه ايه، حاجه يعني مش عايز اقول ولا في الاحلام، اداء ونتيجه حاجه ما كانش حد يحلم بيها مهما كانت خبرته ومهما كانت توقعاته. الحضري طويله وعالي، سيد عبد الحفيظ وطارق، ياخدها طارق لوائل جمعه في اليمين، يسيبها وائل، رامي التماس للاهلي من ناحيه اليمين، عصبيه لكن مره ثانيه من ناحيه الشمال ابو العلا، ماشي ابو العلا، طالع له طارق يحطها له، وائل جمعه يشوطها في طارق، ترجع لهادي اللي ظابط الايقاع جدا جدا، وقع على الارض هناك طارق سليمه ان شاء الله، طويله حلوه في الشمال لخالد بيبو، بيلم خالد اللي جاب جونين جمال جدا، وقف الحكم الطلياني
المباراة عشان يشوف طارق الكرة اتشاطت جامد في بطنه. ألف سلامة عليك يا طارق، سليمة إن شاء الله. قام طارق وأخد الكرة حازم وتمريرة حلوة في الشمال لكن أطول من اللازم، يروح على طول عصام الحفيظ. سيد عبد الحفيظ. دخلنا في الدقيقة 29 من زمن الشوط الثاني، 4 الأهلي 1 الزمالك. أهداف الأهلي: رضا شحاتة، إبراهيم سعيد، خالد بيبو، خالد بيبو. وهدف الزمالك هو حسام حسن. إبراهيم حسن تسقيطة عالية، وائل جمعة يقطعها على طول لإبراهيم سعيد اللي عامل مباراة عالية جدا جدا هو حسام غالي في وسط الملعب الحقيقة. ومش عايزين نقلل من جهد الجميع في النادي الأهلي لأنه هو طبعا الكسبان ومحقق النتيجة العالية دي، لكن النهاردة لعيبة النادي الأهلي كلهم نجوم بلا استثناء. لعيبة الزمالك طبعا النتيجة مش قادرة إن احنا نقول حاجة. وادي العمارة، أرضية صغيرة لمحمد فاروق، يسند ورا وماشي خالد بيبو، وماشي خالد بيبو، وماشي خالد، أرضية وفاروق وفاروق وبيبو وبيبو، والهدف الخامس. يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك يا راجل. ايه يا ابني ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ايه يا بيبو ده؟ يا نهار ابيض. 5-1 في الدقيقة 27 يضيف خالد بيبو الهدف الخامس للنادي الاهلي. كل حاجة في رجله ماشية، كل حاجة في رجله ماشية. كرة غريبة جدا جدا جدا، وبدأت جماهير الزمالك في الانصراف من الملعب. بدأت جماهير الزمالك في الانصراف من الملعب. بص خالد أخد بشير وسيكا وفاروق وفاروق وزقها فاروق وبيبو وأخد بشير وحطها وهو واقف. سيد عبد الحفيظ في اليمين، وداخلين على نص ساعة من زمن الشوط الثاني. 5-1 إبراهيم سعيد، وليد صلاح وشده، وضربه حره مباشره واحتكاك بدون داعي. المباراه ماشيه كويسه، المباراه ماشيه كويسه وجميله من اللاعبين، بصرف النظر طبعا عن النتيجه غير مرضيه بالمره بالنسبه لنادي الزمالك وجماهيره وعشاقه. خرج احمد بلال بعد مجهود رائع جدا، ونزل وليد صلاح رقم 10، لسه واقف على الخط اهو. الحكم لازم يدي المساعد الاشاره انه يغير، ما ينفعش ينزل اللاعب الا لما الحكم يشوف المساعد ويقول له اتفضل غير. طالع احمد بلال الفتى الذهبي للنادي الاهلي في اول مشاركه له في لقاءات القمه النهارده. احمد بلال ادى اداء رائع جدا وكان سبب مباشر في هدف رائع للنادي الاهلي. وادي تغيير نادي الزمالك، طالع حازم امام. حازم امام رقم 24. وليد صلاح، ابراهيم سعيد، سيد عبد الحفيظ، وليد كعبه مقطوعه، لكن وائل جمعه يتدخل وصفاره وكارت احمر للاثنين. يا نهار ابيض، ابراهيم سعيد وتامر عبد الحميد الاثنين كارت احمر، الاثنين كارت احمر. ما فيش طبعا مناقشه مع الحكم، ده لا يمكن هيرجع في كلام ولا اي حكم هيرجع. ابراهيم سعيد هيخسروا النادي الاهلي في مباراه الاسماعيلي القادمه، وتامر عبد الحميد ايضا هيخسروا نادي الزمالك في مباراته القادمة، والاثنين ركائز في فرقتهم. زعلان جوزيه، ليه زعلان؟ هو كسبان النهاردة ومزقطط وفرحان وقلبه بيتنطط، دي ما فيهاش كلام. مقطوعة من إبراهيم وهجمة للنادي الأهلي مرتدة. وليد صلاح، وليد صلاح حطها حلوة في المين محمد فاروق، ماشي محمد فاروق بيجرب، يا راجل لسه بعيد، لسه بعيد. وليد صلاح عبد اللطيف اللي ضيع هدف أكيد لحسام اللي عايز يلف، حسام عايز يلف جسمه ومعاه هادي، هادي وحسام، يخش على طول عماره، يا ولد يا لعيب يا عماره، ويقفلها على وسط الملعب. جميله جدا جدا، خبره طبعا اخذها من الدوري الالماني، دوري قوي جدا جدا، وكان بيلعب واساسي على طول. وليد صلاح وطالع له فاروق لبره، وطالع له فاروق يعكس الملعب هناك عند خالد بيبو. ماشي بيبو، ماشي بيبو، هوبا يا ولد يا لعيب. وهيلعب ابو العلا وبيلم لجوه حلو قوي، يزقها منه سيد لوليد صلاح، احلى لحسام غالي، وهجمه مرتده للنادي الاهلي. وماشي وطالع له فاروق، وطالع له فاروق، ماشي فاروق واحد لواحد هو مدحت عبد الهادي، فاروق ومدحت دخل جوه فاروق وعايز يشوط، هوبا بره وبره، وضربه مرمى صغيره لحسام غالي، طالع له عماره يحطها له محمد عماره وابراهيم حسن وعاليه، وهوبا. يا راجل حرام عليك، يا راجل حرام عليك، ده عمارة
لففها له لفه جاتوه، مش لفه عاديه، لفه جاتوه. وعلى الاهلي ان ياخذ الدفعه المطلوبه من هذا اللقاء. مقطوعه من ابو العلا، خدها سيد عبد الحفيظ، وهجمه مرتده، وثلاثه احمر على اثنين ابيض، ثلاثه احمر على اثنين ابيض، بيجري بيه ويحطها له، وهو جول، 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 وهو جول. اقول لك ايه، وعد لك ايه يا خالد يا بيبو، ما عنديش حاجه يا ابني اقولها لك، خلصت كل الكلام. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. ايه الليله دي يا بيبو؟ اربع تجوان يا ابني مره واحده، ايه ده يا ابني، ايه ده يا ابني؟ اه مش معقول. 6-1 للنادي الاهلي، يوم عصيب على نادي الزمالك، ويوم مبهج ومفرح للنادي الاهلي، ويوم للعريس ده ما يتعوضش. خالد بيبو اربع اهداف، مش ممكن ابدا، مش معقول. يعني الحقيقه خالد بيبو حط بصمه كبيره جدا 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 في هذا اللقاء، وحط بصمه كبيره على الابداع الكروي والفن الكروي في مصر. تلقى تمريره بديعه جدا، وعبد المنصف هيعمل ايه الراجل؟ هيعمل ايه؟ هيعمل ايه عبد المنصف؟ الله يكون في عونه. زقها في المساحه الفاضيه، وبحساسيه الاقدام الهدافه يحطها حلوه قوي قوي قوي. خالد بيبو، وادي عبد المنصف، الراجل هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ وبيبو وستة واحد. لا تعليق، هنقول ايه؟ يعني هنقول ايه؟ حاجة طبعا غريبة جدا، غريبة. ويطلق الحكم الايطالي كوزيمو يوليجينو هدف نهاية المباراة بفوز النادي الاهلي 6-1.